الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في جولة خارجية ووصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الأربع، وطبعا جولته كان فيها مجموعة من الدول، ثلاث دول عربية وأسيوية، كان فيها البحرين الشقيقة والصين وأوزبكستان. والحقيقة أنه اختتم جولته الخارجية بأوزبكستان، وشارك في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي عقد يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجاري. لفت نظرنا كمان الحقيقة في متابعة الإعلام على مدار الأيام الماضية لهذه الزيارات، كانت فكرة أنه في فريق عمل مشترك مصري أوزبكي للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف الأمني والإقليمي. يا ترى إيه هي أهمية هذا الفريق، وإيه هي المحاور اللي ممكن يشتغلوا عليها؟ فكرة تدعيم الأفق يعني النقاط الأمنية ودعمها ومكافحة الإرهاب والتطرف، دي كلها نقاط أعتقد إن هي مهمة جدا. ناخد على الهاتف معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يا سعادة السفير تحياتي لحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. الزياره دي يعني هي جوله مهمه، ويعني كل دوله اعتقد انه في مجموعه من الاهداف وراء زيارتها، بس انا عايز اتوقف مع حضرتك الحقيقه على فكره انشاء او يعني تكوين هذا الفريق، فريق عمل مشترك مصري اوزباكي للتعاون في مكافحه الارهاب والتطرف الامني والاقليمي. في رايك ما هي اهميه تشكيل مثل هذا الفريق؟ هو كما حضرتك يمكن من أهم نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان، وهي الزيارة الأولى لرئيس جمهورية مصري لأوزبكستان، هو الاتفاق على تشكيل طاقم عمل للتعامل مع الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. الأهمية القصوى لهذه المبادرة تكمن في أن في حضرتك أنباء شبه مؤكدة أنه في شمال أفغانستان تم تجميع حوالي 20,000 عنصر إرهابي من جنسيات مختلفة في شمال أفغانستان يا فندم؟ شمال أفغانستان. ده رقم كبير يا فندم، 20,000 عنصر إرهابي. ما بين 20 و24,000 عنصر إرهابي متواجدين في شمال أفغانستان. الخطة دفعهم أو دفع جماعات منهم إلى أوزباكستان وإلى وسط آسيا لنشر عدم الاستقرار في جمهوريات وسط آسيا وفي روسيا وفي الصين. كما تعلمين حضرتك انه اوزباكستان من الدول الجنسيه عناصر عديده من بالعشرات المئات من الاوزباك انضموا الى طالبان في افغانستان وباكستان، وانضموا باعداد لا باس بها لداعش في العراق وفي سوريا، وهم بيعدوا من أشرس عناصر الجماعات الإرهابية. من ناحية أخرى، تشكيل مجموعة العمل هيتيح الفرصة الكبرى والفرصة الثمينة لنا في مصر أن احنا ننسق في كل ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل المعلومات وتقدير موقف بالنسبة للجماعات الإرهابية وخططها المستقبلية ومدى انتشارها وأماكن انتشارها الجغرافي الجديدة بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها في العراق وسوريا، وده بالنسبة لداعش. أما بالنسبة لجبهة النصرة القاعدة أو هيئة تحرير الشام كما أطلقت على نفسها هذه التسمية، إذا بدأ الهجوم السوري على محافظة إدلب، فطبعا العناصر التابعة المنضمة لجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام القاعدة سابقا ستتجه إلى مناطق جغرافية أخرى.
فمما لا شك فيه انه زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى اوزباكستان، الى جانب ان هي الزياره الاولى لرئيس جمهوريه مصر الى هذه الجمهوريه، انما تكمن اهميتها في انها جعلت من اوزباكستان خطوط دفاع اولى عن الامن القومي المصري. واعتقد ان احنا نستطيع ان نبني على هذه النتائج الباهره لهذه الزياره الرئاسيه. واعتقد تقديري الشخصي ان ما تمخضت عنه من الاتفاق على تشكيل طاقم العمل اللي هيكون راس حربه الدولتين في تنسيق كافه المعلومات لديهما حوالين الجماعات الإرهابية، سواء في وسط آسيا أو جنوب آسيا أو في العراق أو في سوريا أو شمال أفريقيا، كل دوت حضرتك بيصب في مصلحة الأمن القومي المصري، وبيساعد مصر كثيرا في الحرب على الإرهاب، ليس فقط داخل مصر وإنما في جميع دول الجوار لمصر. بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك على التوضيح بصفة عامة أهمية هذه الزيارات وفكرة برضو أهمية زيارة أوزباكستان تحديدا، مش بس زي ما حضرتك ذكرت يعني حتى لا أكرر الكلام، مش بس فكرة أنه ده أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزباكستان، ولكن أيضا فكرة البعد الأمني والأمن القومي كما ذكرت حضرتك بتفاصيل واضحة جدا. بشكر حضرتك. إحنا عارفين أنه من فترة